الشرعيه الايطاليه كان محورها المجتمع بشكل كلي بشكل جماعي ومش بشكل فردي. هنا في الاسترادا كان فيليني حاول ان هو يخرج من الاطار ده، لكن لا زال عنده واقعيته، لا زال بيتحسس المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع، ولكن مش بالشكل الجمعي اللي حصل في الواقعيه الايطاليه الجديده، بشكل فردي وكانه اخذ او انتزع شخصيتين من نسيج المجتمع اللي هم جيلسونينا وزامبانو، وجابهم في صداره المشهد وصداره اللوحه السينمائيه اللي هو عملها في استراليا. فهو ركز اكثر على الفرد وركز اكثر على المشاكل اللي بيعاني منها الفرد وعلى مشاعره الذاتيه. فمن هنا ابتعد شويه عن الواقعيه الايطاليه وقرب بدخوله في منطقه الفرد والمشاعر، قرب من استخدام الخيال، مش مجرد ان انا بعمل الواقع كما هو، لا انا بقى في خيال كمان، بقى في رموز وبقى في اسقاطات زي ما شفنا في مشاهد كتير في الفيلم. دي هتبتدي تاهل فيليني بعد كده للفتره الثالثه واللي هي الفتره الاهم على الاطلاق في حياه فيليني في اسلوبه، اللي هي بيجمع فيها فيليني في الفيلم الواحد ممكن يكون في المشهد الواحد بين الواقع وبين الحلم والذكريات والخيال، كله ممكن يكون مش في نفس الفيلم فقط في نفس المشهد. واكبر دليل على كده ممكن نشوفه بوضوح قوي في فيلم 8 ونص، ده كان واضح قوي اسلوب فيليني فيه.